والله ما ضيع الأحباب غير نفوسهم، هي عطلتهم عن شراب كؤوسهم. والله ما ضيع العشاق غير نفوسهم، هي عطلتهم عن شراب كؤوسهم. والله لولا لكانت ترى تيجان النور فوق رؤوسهم. ما ضيع العشاق إلا التلفت. الله سبحانه وتعالى ذكر الأخوة في القرآن الكريم، وذكر السماحة، وذكر المودة بألوان عدة نحتاج إلى أن نقرأها سريعا ونستمع هذه المعاني حتى لا تتشوه الكؤوس المعتقة اللي صرفها لنا مشايخنا. إذا قال الأخ لأخيه هيا بنا فقال الثاني إلى أين، لا تصح الأخوة، لا تصح الأخوة. يلا بينا نروح فين، قال له لا يبقى أنت ما تنفعناش. إذا قال الواحد لأخوه ناولني ثوبي أثم في شرع أهل المحبة. إذ أن سيدي موسى البكر قال ولا تقل ثوبي ولا متاعي. أهل الله قالوا تكون أوثق من اللي في جيبه من اللي في جيبك أنت. يعني لو أنا مديت إيدي في جيب أخويا خدت كل ماله، أكون أوثق إنه ما يزعلش أكتر من إني أنا أخذ من مالي أنا وأزعل عليه. هذه الأخوة، الأخوة تقتضي إني أقدم أخويا وأقف جنبه. زمان كنا نرى الأولياء يقفون خلف الصف يدفعون من في الأمام ليسير الركب، دلوقتي كله بيزاحم الركب، كله عايز يبقى شيخ، كله عايز يبقى نقيب. ما في ولي في الدنيا بينه وبين حد خصومة. الولي كالسماء الصافية ونور البدر فيها ساطع، أو جنة ترفع فيها الأستار وجلال نور الله فيها لامع. الولي إيه؟ كالسماء الصافية ونور البدر فيها ساطع، أو كالجنة عندما ترتفع الأستار ويرى جلال الله فيها لامع. إحنا في زمان امسك عليك لسانك وابكي على خطيئتك ولا يسعك بيتك. في زمان الناس فيه لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة، محدش بيسامح حد. الحب يا أخوانا يقتضي ألا يزيده الود ولا ينقصه بالهجر. ده مهم جدا لازم ناخد بالنا منه. الأخ في الله لا يشترى لا بالملك ولا بالملكوت. تعرفين أن الغيرة دي أول زم جرى الإنسانية إلى وبال الشر. أول من غار مين؟ لا قبل قبيل وهابيل وغيره، إبليس. هو ليه إبليس ما سجدش لآدم وطوع ربنا؟ ما كان بيطوع في كل حاجة. هو إبليس عصى ربنا قبل كده؟ ما لم يثبت عليه معصية، بالعكس حياته كلها كانت طاعة. إنما الغيرة، إنما الغيرة وسواد القلوب لما علاها حب النفس، ده علم تنزلات لقلوب انصفت. وإلا ما الضرورة من أن يتعلم رجل هو من خمسة أولي العزم يخاطب الحق بلا ريب يكلمه الله، ما حاجته إلى الخضر عليه السلام؟ الأصل فيه تقوى الله، والأصل فيه اصطفاء الله، يلقي الروح من أمره على من يشاء، يختص برحمته من يشاء. عباد طهرهم ربنا من كل عيب وداء، اختار قلوبهم للسلامة وحماها من مواطن الندامة، أنزلهم بحبوحة الحنان اللدني وغمسهم في بحار النور الذاتي، ارتشفوا واغترفوا وشربوا وطربوا فهاموا فلما هاموا سكروا فلما سكروا ترجموا فلما ترجموا أطربوا. فالعارف لا يتكلم عن نفسه بل يتكلم من قدسه، شتان ما بين السطور المسطرة والصدور المنورة، لطائف إشارات لا يدريها إلا من يسكن فيه.
لكنها سلامة القلوب يا عباد الله، لكنها سلامة القلوب يا عباد الله، لكنها القلوب يا عباد الله إذا سجدت في موطن واسجد واقترب.